بالرحيل والفقد. ففي سباق الانتظار والترقب والسهاد يحضر الشعور الذاتي بالزمن بما هو سباق آخر نحو النهاية، وبذلك يتشابك الشعور بالزمن الرحيل بزمن الفقد في مفارقة بين طول الزمن وقصره. فزمن الهجر يطول ويتمدد، وزمن الحياة يقصر ويسرع هاربا. هكذا نلمس بروز حقل النهايات متداخلا مع الزمن، وذلك من قبيل العمر دنت لحظاتي حواشي الدهر انتظاري الطريق. العمر يتربص بي مذكرة حياة، سأسايف عقارب الوقت المتدفق على شاطئ النوى انتظار الشقي هامش الوقت أوراق الخريف. المفهوم الثالث والموضوع الثالث هو الظل، وهو مفهوم مركزي في تجربة الشاعر محمد مرزاق ورؤيته للحياة. فقد برز هذا المفهوم وفق ما رجحه تأويلي في سياق تأسيس وعي مختلف بالذات وفق فلسفة الحضور والغياب والحقيقة والوهم. فظل الإنسان هو حقيقته، وفي الوقت نفسه هو شيء آخر غيره. هكذا برز مفهوم الظل ليؤسس مفهوم الهامش والحافة في رؤية الذات للعالم.